قام عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين بجولة في مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع صندوق العمل تمكين برفقة سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب. وشارك في الجولة سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف الوصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثر، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة. خلال الجولة في مدينة شباب 2030 استمع أصحاب السعادة إلى شرح عن أهداف المدينة الرامية إلى تقديم الفرص التدريبية لتأهيل الشباب البحريني وتزويدهم بكل الإمكانات لإطلاق طاقاتهم الإبداعية ورفع مستوى مهاراتهم، بما يسهم في خلق الكوادر البحرينية المؤهلة للمشاركة بفعالية في المسيرة التنموية الشاملة. من جانبه أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن شكرها وتقديرها إلى أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والسفراء على هذه الزيارة، زيارة مدينة شباب 2030، والاطلاع على ما تقدمه المدينة من برامج وفعاليات تساهم في إكساب الشباب البحريني المزيد من المهارات التي تمهد دخولهم إلى سوق العمل. المدينة هذه نسخة 12 منها، أكبر نسخة على مستوى 12 سنة اللي فاتت، أو 12 نسخة فيها أكثر من 130 برنامج، فعدد المستفيدين كثير، وهذه اللي احنا حابين نشوف يعني فئات عمرية مختلفة، سواء كل واحد يشوف شنو البرنامج اللي حاب انه هو يتعلمه اكثر والمهارة اللي حاب يتعلمها. فالجولة اللي صارت اليوم وبعد ما شافوا اصحاب المعالي والسعادة كل البرامج اللي قاعدة تصير، شافوا النشاط الشبابي، شافوا حتى التطوع اللي قاعد يصير من الشباب لتنظيم هذه المدينة، فيعني شفنا الحماس وشفنا الرغبة في المشاركة في السنوات القادمة برامج أكثر مع جهات أكثر، وهذه اللي نتأمل إن شاء الله. مدينة الشباب لها تاريخ كبير من إنتاج وإبراز المواهب الشبابية اللي أثرت اليوم في المجتمع، خصوصا نتكلم عن المجال الإعلامي. كثير من المواهب الإعلامية المتميزة ظهرت من مدينة الشباب، واليوم نشوفهم ما شاء الله في يعني ينتجون إنتاجات على مستوى عالمي. فكانت جولة جميلة، وأنا يعني زرت جميع الأجنحة، وحقيقة كل جناح كان في مواهب متميزة قدمت منتجات جميلة وأنشطة جميلة، والحقيقة دائما أنا أشعر بالتفاؤل إذا مدينة الشباب إن شاء الله يستمر هذا النشاط ويستمر إنتاج المواهب المتميزة لخدمة المجتمع البحريني. اليوم خذينا جولة في المدينة، هناك العديد من التخصصات، فهناك تخصصات أو دورات أو برامج تغطي مثلا التدريب القيادي، فهي الفكرة أن نأخذ الشباب وندربهم على أمور قيادية، بكرة لما يكبرون فعندهم المقدرة أنهم يقيدون نفسهم، يقيدون مجموعة، يقيدون مشروع. وكذلك الجميل أن في تنوع كبير من البرامج الموجودة.